فيديو جديد، بس هالمرة مش مراجعة جديدة، هالمرة مقارنة بين سامسونج جالاكسي A12 والتكنو سبارك 7 برو. بس قبل ما نبلش مثل العادي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل اذا كنتوا اول مرة عم تشوفوني. انا بلال رمضان، خلونا نبلش. تليفونين هني اكتر تليفونات هلا حاليا بالسوق، يعني بالفئة الاقتصادية اذا بدكم، عليهم طلب، وبنفس الوقت في كتير فوارق بيناتهم. فلقيت انه اضبط شيء اعمله اني اعمل كومباريزن بيناتهم، لانه العالم بحاجه تعرف، وانتم بحاجه تعرفوا لما عم تشتروا الجالاكسي A12 شو عم تحصلوا مقابل المصاري اللي عم تدفعوها، لما عم تشتروا تكنو سبارك 7 برو كمان شو عم تحصلوا مقابل المصاري اللي عم تدفعوها. اول شيء خلونا نبلش مع السعر، لانه هيدا الشيء رح ابني عليه بقيه الفيديو. على طول رح تكون المقارنه ما بين القيمة مقابل السعر. تليفون السامسونج جالاكسي A12 عم يجي سعره تقريبا 160 ل 165 دولار حسب من وين انتم عم تشتروه، بينما تليفون السبارك 7 برو من تكنو عم يجي سعره تقريبا 148 دولار. وعلى هذا الاساس رح نبلش الفيديو. اول شيء رح نبلش مع البيلد كواليتي. اكيد بيلد كواليتي للتليفونين مصنعين من البلاستيك، وكل تليفون جاي بديزاين كومبليتلي ديفرنت وكثير مختلفين عن بعض. هيدي شغله مساله تفضيلات ومساله اذواق. السامسونج جالاكسي بيجي ب مات فينيش مثله مثل التكنو سبارك 7 برو، بس انا لقيت انه التكنو سبارك 7 برو مع هيدي الكاميرا اريا اذا بدكم اللي هون، ديزاين الكاميرات والازاز المستعمل بهيدا الديزاين عطيه قيمه اكبر من الجالاكسي اللي بيجي عادي شكله بيشبه مثل ما قلت لكم بالريفيو تاعه، بيشبه الريدمي 9 سي، وبيشبه يعني الكاميرا سيت اب الموجوده بتليفونات هواوي مثل النوفا 7 اي وقبله الميت 20 برو. ف كديزاين حبيت ديزاين التكنو سبارك 7 برو اكثر، بين بريميوم اكثر من ديزاين الاي 12. من قدام في عنا شاشه تقريبا نفس القياس، بالجالاكسي اي 12 عنا 6.5 انش، بالسبارك 7 برو في عنا 6.6 انش. هال 0. شي ما راح يفرق كثير كسايز، بس اللي بيفرق هو ديزاين الشاشة او النوتش اللي جاي بالشاشة. السبارك 7 برو بيجي بالهول بانش، بينما للجالاكسي اي 12 بيجي بالديور دروب نوتش يلي صار شوي موديل قديم. اما عن نوعية الشاشة فالشاشتين بيجوا اي بي اس، بس هون في عنا اي بي اس ال سي دي، هون في عنا اي بي اس ال بي اس، وهي بتكون نوعيتها اقل جودة من ال سي دي العادية. كرمال هيك الكالرز الساتوريشن الكونتراست عم بتكون افضل بال 7 سبارك برو بحسب ما انا شفت، وهيدا الشيء عم نحكي تقنيا ما عم نحكي شو التفضيلات كالوان وكساتوريشن وككونتراست. 7 برو بكل بساطه بيربح على الجالاكسي اي 12. بالاضافه لهيك في عنا ريفرش ريت 90 هرتز عم يعطيني تجربه كتير سلسه بالاداء من ناحيه الالعاب ومن ناحيه الاداء المهام اليوميه، بينما بالاي 12 عم يجي بريفرش ريت 60 هرتز التقليدي العادي جدا. اما بالنسبه للبروسيسورز او المعالجات، وهون في جاب كتير كبير، او هو بين الاي 12 وبين السبارك 7 برو. الاي 12 عم يجي ب هيليو بي 35 من ميديا تك يلي عمره تقريبا فوق 3 سنين، بينما تكنو سبارك 7 برو عم يجي ب معالج ميديا تك هيليو جي 80 يلي مخصص للجيمينج بالدرجه الاولى. ف ديفنتلي رح تعرفوا انتم انه بيربح. اصلا بكون عم بظلمه للتكنو سبارك 7 برو اذا بدي احطه بمقارنه مع ال A12 من ناحيه المعالج، لانه تكنو سبارك 7 برو بمحل وال A12 بمحل ثاني كليا. بالاضافه للميموري اللي بيجوا تقريبا نفس الشيء، عندنا 4 جيجا بايت مع 128 ب 4 جيجا بايت مع 128. الاداء اكيد رح يكون احسن بمراحل من ناحيه الالعاب، من ناحيه المهام اليوميه على تكنو سبارك 7 برو. لعبه الباب جي للي بيحبوا الباب جي عم تفتح على السبارك 7 برو اتش دي جرافيك مع الترا على الفريم ريت، بينما على الاي 12 انجا عم تفتح على الميديوم او اللو. اذا انتم بدكم تلعبوا على الاي 12 باب جي، نزلوا الباب جي لايت فيرجن لانه حيكون فيها مشاكل اقل، لانه بطبيعه الحال بروسيسور ضعيف مثل البي 35 ما راح يقدر يتحمل الباب جي موبايل الاساسيه، لانه اصلا ما عم يشغلها الا على لو جرافيك. من ناحيه الكاميرات، الكاميرات بالسبارك 7 برو عم يجوا 48 ميجا بكسل الاساسيه، وعندنا الكاميرا الثانيه للدبث 2 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه للنايت مود.
بينما بالـ A12 عم يجي في عنا كاميرا 48 ميجا بكسل الأساسية، 5 ميجا بكسل ألترا وايت، واحدة للدبث والرابعة ماكرو. ومن ناحية الكاميرات ما رح احكي او اقول اي احلى، رح حط الصور والفيديوهات قدامكم وانتو بتحكموا. هيدا تصوير الفول اتش دي بكاميرا الجالكسي A12 وكاميرا السبارك 7 برو من تكنو. هيدا تصوير الفول اتش دي بكاميرا الجالكسي A12 وكاميرا السبارك 7 برو من تكنو. اما الكاميرا الامامية فهي بتجي ب 8 ميجا بكسل بالتليفونين، وكمان رح بتشوفوها انتو قدامكم وانتو بتحكموا اي اجمل. هذا تصوير الكاميرا الامامية بالتكنو سبارك 7 برو بالجالاكسي A12. خبروني بالكومنت اي لاقينه اضبط من ناحية الـ HDR، من ناحية Dynamic Range. الصوت شو وضعه؟ هذا تصوير الكاميرا الأمامية بالتكنو سبارك 7 برو بالجالاكسي A12. خبروني بالكومنت أي لاقينه أضبط من ناحية الـ HDR، من ناحية Dynamic Range. الصوت شو وضعه؟ السبيكرز بالتليفونين بيجوا من تحت بنفس المحل تقريبا، بالمحل الطبيعي لكل التليفونات، بس الصوت بالتكنو سبارك 7 برو عم يجي كتير افضل من ناحيه الجوده ومن ناحيه العلو تبع الصوت من الـ A12 يلي قدم لي تجربه صوت صراحه سيئه. اما البطاريه فبيجوا ب 2-5000 ملي ام. الجالاكسي A12 عم يجي بمنفذ شحن تايب سي، بينما تكنو سبارك 7 برو عم يجي للاسف بمايكرو يو اس بي. وهون فاينلي لقينا شيء للجالاكسي A12 يتفوق فيه على تكنو سبارك 7 برو. بالنسبه لعوامل الامان، التليفونين بيدعموا البصمه، بالسبارك 7 برو جاي من ورا بالمحل التقليدي، بينما بالجالاكسي A12 جاي بالمحل اللي انا كتير بفضله بكل التليفونات، ان كان فلاج شيب ولا ميد رينج ولا انتري ليفل، يكون على الجنب كتير المحل الطبيعي لكل التليفونات. كانت سوني الله يرحم ايامها بلشت بهيدي الترند وبعدين لحقوا كل الشركات، واكيد من قدام بيدعموا الفيس ريكوجنيشن او الفيس انلوك، بس اكيد منا امني مثل البصمه لانه ما بتشتغل لا على ديبث سنسور ولا على 3 دي سنسورز خاصه للوجه، لا بتشتغل عبر الكاميرا الاماميه. كسرعه تليفونان، خلينا نحملهم بالعكس وانتو قارنوا كمان، عم بتلاحظوا انه في شوية تأخير بالجالاكسي A12، يمكن يكون مزعج لبعض الناس، بس انه تقريبا اقل من ثانية بتكون عم تفتح، بينما التكنو سبارك 7 برو سوبر سريع مثل كل تليفونات تكنو. يعني بنهاية هذا الفيديو خلينا نوصل لكونكلوجن، مش كل شيء هو البراند. يعني انا لما بشتري من سامسونج تليفون بالفئة الاقتصادية ما بكون عم باخد الكواليتي الموجودة بالفئات الفلاكشيب. يعني انا لما بشتري جالاكسي A12 ما راح اتوقع اكون اخذ تجربه او بيرفورمانس او كواليتي مثل الموجوده بسيريل اس مثلا، بينما بالتكنو سبارك 7 برو على الرغم من انه ارخص تقريبا ب 25 دولار من الجالاكسي A12، عم بيقدم لي كثير مواصفات افضل من ناحيه الاداء، من ناحيه الالعاب، من ناحيه الشاشه، من ناحيه الكاميرات. بالنهايه بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، مثل العاده ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد انا عم اقدمه. تابعوني كمان على فيسبوك بيج وعلى انستغرام بيج. كان معكم بلال رمضان، شوفكم بالفيديو الجاي.